مشاهدينا الكرام، برحب بحضراتكم من جديد. دلوقتي جه ميعادنا مع فقره وان شوت. طبعا في وان شوت النهارده بنتكلم عن حب مصر، مصر الجميله، مصر المبهره، مصر المضيافه، مصر الكريمه، مصر العزيزه، مصر البهيه، مصر الابيه. مفيش واحد جه البلد دي لاول مره وما حصلش حاله الابهار وحاله السعاده وحاله الفرح. امبارح انا كنت موجود في هذا الحدث، حفل روابط الانديه العالميه بمصر. مفيش حد يعني من اللي قاعدين اغلبهم ما جاش المكان ده، وكل مره يجي وياخد صوره في هذا المكان. مفيش شك ان هذا الحدث حدث راقي لقيمته الفنيه وقيمته حتى التسويقيه تحت سفح الاهرامات. طبعا زي ما حضراتكم شفتوا ابرز الحاضرين، لوجي دي سافيو رئيس رابطه انديه الدوري الايطالي اتكلم عن السعاده الكبيره بهذا التنظيم. قال طبعا على تصريحاته انه موجود في واحد من اهم وابرز الاماكن التاريخيه، موقع خلاب، مكان رائع، فكره رائعه جدا ان كنتوا كمان تستضيفونا في هذا المكان بالتحديد. بالنسبه لافكار هذا الاجتماع، افكار كتيره، نتائج كتيره، ابرزها اللي هو كان بيتكلم ان هو قرر الاستثمار في الفار لدعم الحكام وتطوير مستواهم، لان الجماهير اللي بتشجع الكوره كتير وبالملايين، فمحتاجين نحترمهم ونحترم كمان انتماءاتهم. مش بس كده، كمان سكرتير عام رابطه الدوريات العالميه كان مبسوط جدا بهذا المكان. اول مره زوجته جت، بعد كده المره الثانيه هو بيجي. قال لك انا بشكر المصريين على حسن الاستضافه والكرم المصري الكبير، لديكم دوله عظيمه، تنظيم استثنائي، هذا المكان الخلاب هو امر رائع. جال اول مره زي ما قلت لحضراتكم بعد انشاء رابطه الانديه، فبالتالي هذا الحدث الراقي وهذا المشهد الكبير وهذا الحدث اللي بيعبر عن رساله كبيره جدا لمصرنا الحبيبه في اجواء مبهره لهذا حفل روابط الانديه العالميه بتنظيم الشركه المتحده للرياضه اللي بتستضيف هذا الحدث. شكرا للشركه المتحده، شكرا للقائمين على هذا الحدث. مصر تطلع في هذه الصوره، شكرا ليكم بجد. هي دي مصر الحقيقيه، هي دي مصر الحاضنه، هي دي مصر الكبيره، هي دي مصر التاريخ، هي دي مصر اللي جت قبل التاريخ. لا، صوره مختلفه، الجو كان حلو امبارح، كل الناس اللي جت واللي بتيجي هذا المكان وبتشوف هذا الشكل بتتصور اكتر من مره لما بتشوف خوفو وخفرع ومنقرع ومعاهم ابو الهول. اكيد كل ده شاهد على تاريخ مصرنا الحبيبه. مشاهدينا